وصلت قيمة اللتر الواحد من المشتقات النفطية من نوع الممتاز إلى 160 بيسة، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة ابتداء من منتصف هذا الشهر حسب ما أعلنت وزارة النفط والغاز. الهيئة العامة للطيران المدني تشير إلى احتمال مرور أخدود على شمال السلطنة يومي الأربعاء والخميس، وفرص لهطول أمطار متفرقة على مسندم وسواحل بحر عمان وجبال الحجر والمناطق المجاورة لها. دشن المصور هيثم الفارسي مسابقة أضواء عمان الدولية لفن التصوير الضوئي، وهي المسابقة العمانية الأولى في السلطنة والمعتمدة من قبل اتحادات التصوير الدولية، وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري. المديرية العامة للتشجير والحدائق ببلدية مسقط تنهي زراعة 1.5 مليون زهرة موسمية شتوية حتى نهاية العام الفائت، تزينت بها الشوارع الرئيسية والمنتزهات والأماكن العامة.